العشرات من الأشخاص أصيبوا بمرض السرطان في قرية الجنكة التابعة لقضاء بدرة شرقي واسط دون معرفة الأسباب حتى اللحظة. تعالوا نتابع. طبعا هذا المرض انتشر بهاي الأونة الأخيرة، المرض الخفيف الله يستر. أول ما صارت أنه هواي حالات قبل، وهسه حاليا والدي توفى بهذا المرض وابن أختي توفى بهذا المرض، وهاي الحالات تتكرر عندنا من السقوط وجاي. وبالنسبة مقارنة بهاي القرية، يعني هي 50 بيت، عدد السكان ما يتجاوز 250 نفر، نسبة مخيفة تعتبر مقارنة بالمحافظات الأخرى. من ضمن الحالات ابن أختي ومن السقوط وجاي صارت هاي الحالات 14 حالة عندنا. حاليا موجودين أشخاص يعانون من هذا المرض على العلاج حاليا. كنت انصابت بهذا المرض الخبيث ووجهتها للهند وهما فاجت توفت. إلى مواطن آخر من القرية ذاتها وهو يتحدث عن انتشار المرض وعدم معرفة الأسباب التي تقف وراء ارتفاع تلك الحالات بالقرية. أنا ساكن بقرية الجنكة، وهاي القرية جاي تعاني حاليا، قاعد يزداد بها مرض ستار الله، مرض السرطان. مرض السرطان هسه اللي صارت عندنا هسه حاليا 4 حالات او 5 حالات صارت عندنا امراض سرطانيه. نطلب من الحكومه المحليه ان تتدخل بهذا الامر، ان نسوي فحوصات باقرب وقت، لان القريه قاعد تتدمر بهذا الشيء. ما نعرف شنو السبب، السبب ما نعرفه شنو. يعني شباب بعمر الورود هسه قاعد يصير عندهم هذا المرض، واطفال عندنا صار عندهم هذا المرض وتوفوا ولا رحمه الله، وما نعرف شنو السبب. فنطلب من الحكومه ان تجي وتسوي فحوصات بهذا الشيء. ما نعرف، ما ادري من هذا الشركات مال النفط، من هذا الغاز اللي قاعد هذا اللي يحترق، ما ادري من اكو غير شغلات، ما نعرف شنو الاسباب، ما نعرف.